صباح الخير إذا كان صباحا، مساء الخير إذا كان مساء. شنو البهدلة؟ مرحبا جماعة، شلونكم؟ اليوم بديت بيوم جديد، على أساس كنت ناوية اليوم أطلع شوية من وقت، على أساس كنت أفكر أطلع من الساعة 8، بس تعرفون من الدق الساعة تريدون سووها نص ساعة ثانية، ربع ساعة ثانية، فالساعة اللخص. فهسه حاليا صارت ساعة 9:45 صباحا، بالصبح يابا، بالصبح بالعراقي. فهسه جاي شوية قلت انظف السيارة من جوا، لان السيارة من جوا دا اشوفها كلش وسخة. شوفوا هنا أنا. طبعا الورا لا تشوفوها احسن، فهسه خلي ننظفها، ومن نخلص مرة الله راح نفتح الاوبر، وخلي نشوف اليوم بالساعة شقد بالضبط راح نطلع من هنا وناخذ اول توصيلة ونقولكم. شوفوا شباب، اني امسح الكراسي وامسح الداشبول وهالاشياء كلها بهاي الكلينس اللي هو اشوفون انا تقريبا معقم، يعني يقتل البكتيريا والجراثيم والاشياء. فاني اشتريه هنا عندنا سوق او محل اسمه دولار ستور، اللي كل شيء بدولار اياهم، فاني اخذه منهم كلش زين هذا. اوكي جماعة، هاي ثاني مرة اليوم جاي اتشارج، تشوفون شلون هذا الحكي هون. سو من يقولون سيارات كهربائية اقتصادية كلها كذب. شوفوا ساني هنا مقفل، هسه احنا يمنا الساعة 4 تقريبا نص العصر، السيارة تقريبا الشحن خلص، وجيت شفت مكان هنا بداون تاون ديترويت حتى اشحن ومكمل يومي. شوفوا هنا ساني هاي العمارة مال جي ام، هنا أنا شوفوا هنا أنا اكو هنا مسويها على الداون تاون. شوفوا اكل اللي جبته اليوم وياي، قليت بطاطا ويا هذا الخبز الاسمر، شوي هنا أنا حطيت بالكيسة خضروات. جماعة شوفوا هاي السيارة جد حلو مسويها كلها وردي، وهاي اللي هنا الثاني البيك اب. اوكي طبعا شباب، بس احنا كان عندي واحدة مرة كبيرة كانت مخلية عنوان مالتها بالجي بي اس بالاوبر اب، العنوان مال ميسيز. هو شنو ميسيز؟ ميسيز محل او فت شوبينج هيك، يعني محل داخل مول كبير. فهي كانت حاطة ميسيز، واني من وصلت هناك ما شفتها، صرت انتظر عليها تقريبا في 10 دقائق وفوق، ما
بعدين هي جاية واقفة وين؟ المكان الثاني اللي اسمه جيسي بيني. ف واني اوبر يحق لي انتظر وين ما هي حاطة العنوان بالضبط، يعني خلينا نقول هي حاطة العنوان مال ميسيز، اني كنت منتظرة هناك لان اني من حقي هناك اوقف. ليش؟ لان اوبر تقول لك مثلا اذا تنتظر مكان النقطة اللي الكاستمر مخلي عنوان مالته، اذا مثلا تأخر اكثر من دقيقتين التأخيرة هاي حيدفعولنا اياها. فهي شنو حاطة عنوان مال ميسي سباني، واني اوريدي هناك كنت انتظر، بس هي وين؟ بالجي سي باني اللي ورا يعني تقريبا. ف صرت تقريبا 10 دقائق وهي ماكو. اوكي سجلنا مثلا ورا دقيقتين الاوبر حيقوم يدفع لي على الانتظار، وهو اصلا مو هواية، بس شنو احسن من ما مثلا انتظر بدون فايدة، عرفت شلون؟ فراحت عليها هناك دقلها بانه يا بطل انت حاطة العنوان مال ميسيز وانت واقفة بالجي سي باني، ودقلها يعني صار ليش قد اني دا دسج مسجات دا خابرش بس انت ما تردين. تقول لي لا انا دا ارد، تقول لها لا ايات دا تشوف الاب بين دازتها الرسائل، بس هي ما يعني ما جاوب عليها. تقول لي لا دا يعني دا تدخل بعيني، تقول لي لا انا دا مجاوب عليها. قال لها يا ستي ياتا انت ما جاوب عليا ولا حتى على تليفونات اللي انا دا خابرش بيهم. بعدين دا تحكي وياي باسلوب يعني اسلوب عبالك هيك تريد تتعارك. فهيك ناس صارت يعني شوية خبرة وياي بالأوبر، هيك ناس شنو إذا أخذهم ورا ما أذبهم راح ينطوني الريتينج 1 star، وهذا 1 star راح يخرب الريتينج مالتي كله. وأنا يعني ده حاول شكد ما بيه بأنه الريتينج مالتي يكون أقل شي 4.5 وفوق، اللي هو الأكثر شي يعني 5، يعني أحاول أخليه 5. فالناس مثلهم هيجي يخربون الريتينج مالتنا. فاني هنا انا قلت هي اسلوبها حاد كلش، يعني ما تقول ام سوري يعني حطيت عنوان بالغلط، يعني اذا تدخل بعيني تقول لي لا انا جاوبتك واني حاطه العنوان الصحيح. فقلتها فاني قلت هنا انا بيني وبين نفسي قلت هاي جاي راح تخرب علي شغلي كله، يمكن راح تخابر اوبر علي بعدين راح تقولهم بانه هاي مسويه هيك وهيك، لان كان عندي واحد او اثنين اشخاص اخذتهم سويت كل شيء حسب الاصول والكاميرا جايه تسجل وماكو يعني، بس اول ما مثلا يدخلون يقول لهم مثلا هاي شلونكم، من يروحوا مثلا الله وياكم هيك يعني سوالف وبس يعني شو من راحوا. أنا عرفت بأنه راح ينطوني 1 star لأن دا يبين من وجههم يبينون هذول بأنه الناس يعني حشسامة يعني مو زينين يعني. فقلت هسه صار ريتنج مالتي 4.88، اللي أوبر تتطلب من عندنا بأنه الريتنج مالتنا يكون أقل شيء 4.90 يعني 4.90 حتى إحنا نظل السيارة يمنا، إذا لا السيارة راح تأخذها من عندنا. فاني ما مجبورة مثل هيجي ناس يجون يدخلون وياي يقعدون وياي واسوي حسب الاصول واوديهم بيتهم وين هم يريدون يروحون بالسلامة، ويجون ينطوني 1 rate يعني 1 star rating، هاي تأثر علي واني ما مجبورة. فانا قلت لها بليز اني اذا تريدين تكنسلين التوصيلة كنسليها، لان اني بصراحة ما احس بالراحة اوصلك. فايش قامت تسوي؟ قامت تحكي حكي مو حلو، حكي زيادة على اللزوم، من طلعت تقريبا كسرت يعني سدت الباب قوة كلش، يعني انتم اعتقد ما حتحسون بيه بس انا حسيت بانه الباب حينكسر. وبعدين من طلعت قامت يعني تحكي الفاظ مو حلوة وتعرفون بعد يعني تسب. فهنا انا قلت خلاص يعني احسن ما انا اخذها وبعدين تقوم تنطيني 1 rating، وبعدين هناك وما أعرف يمكن هناك مثلا خلينا نقول من نوصل تقوم تقول مثلا أولادها وأهاليها يقومون يهجمون علي، تصير إيش سوالف تصير. فقلت أبتعد عن الشر مثل ما يقولوا غني له ما أكفت إيش مثل.
فهذا الشيء سويته، يعني اقول احسن سويته. وها صراحه اشوفكم بالبدايه انا من كنت واقفه هناك ورحت عليه وهي ايش قالت لي وش سوت. هسه راح تشوفوا الفيديو اللي راح اخليه هنا. انا ها كارين So see, that's where I was at, right there. You have the, okay, you put here Macy's, right? Macy's and JCPenney, see, so y'all can see, see? Yeah, okay, do you see this right here? It's Macy's. So that's why I was waiting right there. I didn't see you right there, because I was... No, no, I was at Macy's, ma'am. Do you see that one right there, the gate? So that's what he put here. No, I'd be right there at Powerhouse. That's where I'd be standing at. Ma'am, okay, do you see that? Okay, do you see this right here? This is the address you put it. Do you see this right here? Do you see this? Okay, what y'all ain't listening and understanding. They don't have an address on these places, okay? That's what I keep trying to tell people. It's not an address, so that's why I use that address, because that's the address everybody else uses, okay? So, that's why... When I keep trying to tell people, I be front by JCPenney's and Macy's is right there and Powerhouse is right there. I come out of Powerhouse. Yeah, I just sent you messages. I was like, where are you at, please? And you did not answer. I gave you a call. Yes, and I was. That's why I was looking. I said, so, okay, I'm trying to answer. Ask who? So, yes, I was. I wasn't trying to. That's why I was standing right there to see where you at. I'm like, no, I ain't. It's not that I wasn't trying to answer. It's the way that this dang old thing be doing. Right, that's what I'm saying. Like, I just sent you messages, but you did not answer them. So, I'm not even sure if I can keep this right, though, because, like, the pickup location is from there. Okay, but I was looking for you. I was looking for you as well, ma'am. Yeah, do you want to cancel this right, please? No, not really. I'm not feeling like comfortable, to be honest. Like I'm not arguing. I'm just talking with you, okay? Ma'am, I'm just saying okay, I was there. We gotta cancel, please, because I'm not feeling comfortable right now. So I just told you like the pickup location is right there. I just sent you messages. Right now, Uber's not letting me continue this ride because that was like the pickup location. See, this is what pisses me off. I go from one dang old thing from Uber to goddamn Lyft, and everybody want to keep fucking over me. Shit. اوكي يا جماعة، طبعا اليوم اشتغلت تقريبا 12 ساعة، يعني بديت 11 صبح وخلصت هسه اللي هي الساعة 11 تقريبا بالليل. ورجعت وين؟ رجعت نفس المكان اللي اتشرج به سيارتي، الشحن بها سيارتي. بالمناسبة هذا مثل المول اسمه ماير، فأجي هنا أنا اشحن سيارتي، وإذا أريد أي شيء أروح أشتري منه، لأن هم يعزلون بالساعة 12 بالليل. احكي لكم على اليوم. تقريبا سويت قلت لكم يعني كنت اونلاين اشتغلت فد 12 ساعة، سويت 27 نقلة وسويت بيها $254. وبالمناسبة هاي ثالث مرة اني جايدة اشحن سيارتي. سو خلي نقول اليوم من اشحن السيارة ما راح استعملها لليوم، راح تكون الباتشر. فاللي تنحسب هي اللي هم مرتين تقريبا $65، و يعني من 254 راح نطلع من عندهم 65 مال شحن، $47 تقريبا مال تأجير مالتها اليومية. فراح يسفالي تقريبا $150، يعني $150 خلال 12 ساعة. فانتوا قولوا برأيكم، يعني إذا واحد يعيش هنا بأمريكا تستاهل؟ طبعا الجواب ما حيقدر أحد يجاوب عليه إلا اللي شخص اللي يعيش هنا بأمريكا، لأن $150 على هيك الشغلة 12 ساعة باليوم أعتقد ما تسوى.
بس أكو أيام واحد يقدر يسوي بيها أكثر، أكو أيام واحد يقدر يسوي بيها أقل همينة. فعادة هنا الويكند اللي هو جمعة وسبت هنا واحد يقدر يسوي بيهم فلوس أكثر. بس أكو ولايات اللخة طبعا ب 12 ساعة يقدرون يسوون لي حتى تقريبا 400-500 دولار. ف ولايات مثل كاليفورنيا وميامي فلوريدا وعلى الأماكن المزدحمة اللي نيويورك وشيكاغو، هاي أماكن بسهولة يقدر يطلع 400-500 باليوم. بس احنا هنا يمنا يعني يا دوب إذا نقدر روحنا نسوي 250-300 باليوم، وفوقتها عندنا مصاريف ولازم نطلعهم من اليومية مالتنا. فراح أسوي بالفيديوهات القادمة إن شاء الله، راح أسوي أعتقد خليني أشوف إذا نقدر نسوي يوم الجمعة، كل يوم الجمعة 24 ساعة. خلينا نشوف إيش قد راح نطلع بيهم فلوس. راح أسوي بيهم أوبر ودور داش. ما أقدر أسوي بيهم ليفت اللي هو حالة حال أوبر، لأن هاي السيارة قلتكم ما أخذتها من الأوبر، سو يحق لي بس أسوق بيها ويا أوبر مو ويا ليفت. بس اقدر اسوي بيها دور داش. فش راح اسوي؟ راح نشوف يوم كل يوم الجمعة راح نسوي في 12 ساعة بالضبط، راح نشتغل، راح نشوف ايش قد راح نقدر نسوي فلوس، مصاريفنا ايش راح تكون، شلون راح تكون يعني شلون راح يكون يومنا بالتعب، وخلي نشوف. فلهنا انا راح نقول لكم نشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم، يوم جديد وساعة جديدة. مع السلامة.